دكتور وسام فياض موجود معي اليوم بفقرة سانتي. أهلا وسهلا فيك حكي. حضرتك أخصائي أمراض غدد صماء عند الأطفال. موضوعنا اليوم الكوليسترول عند الأولاد. الكوليسترول نحن بنعرف أنه إجمالاً بيكون مرض وراثي. قدي مزبوط هالشي؟ قدي ممكن يكون في حالات تانية كمان لسبب أكيد سبب للكوليسترول؟ أكيد هو الكوليسترول العالي بالدم في يكون عدة أسباب. السبب الأساسي والأهم هو الأمراض الوراثية رح نحكي عنها بعدين، بس فيكون كمان ناتج من غير مشاكل، فيها تكون مثلا ناتج من وراء الغدة الدرقية اللي ما عم تشتغل بشكل مزبوط، فيها تأثر تعلي الكوليسترول بس إجمالا بشكل مؤقت. أو أحيانا في أمراض الكبد كمان فيها تعطي ارتفاع بالكوليسترول، وهدول كمان منه شيء دايم عادة. هلأ في قسم كبير بيكون الكوليسترول عالي، بس مش بس الكوليسترول، كل الدهونات عالية من وراء النصاحة والبدانة. وإجمالا بيكون بهالحالة هاي كوليسترول وتريجليسيريد نيتون عاليين، بس بشكل محدود مش ارتفاع هائل. وبنصير ننتبه على الأكل، ونحن شايف نحكي بالموضوع بعدين لاحقا أكيد. إجمالا بتتحسن، يعني ما بيكون بحاجة لدواء، ما بيكون بحاجة لدواء بهالحالة هاي. هلأ بعدين في الأمراض الوراثية اللي نحن بلبنان عندنا نسبة كتير عالية بأمراض الكوليسترول، من أعلى نسب بالعالم. في كتير دراسات بالعالم عم تنعمل على الجالية اللبنانية ببرازيل بكندا، بيشتغلوا على الجالية اللبنانية لأنه عندنا نسبة كتير عالية. هي مرض وراثي بالشيء اسمه LDR ريسبتور، هو بالكبد. سهل الأمور شوي للناس يفهموا بسهولة. عندنا مثل مصفاية، مثل فلتر، وقت بيفوت الكوليسترول على الجسم. الكوليسترول هو بالنهاية مادة كتير مهمة لجسمنا، يعني بيفوت بكذا هرمون وغيره. هذا الفلتر بيكون منزوع وراثيا، خلقة بيقطع كل شيء فيه كوليسترول. بدل ما الكبد يعملوا فلتراج ويغيروا ليقدر يستعملوا، بيبقى بالدم. وهيدي النسبة عالية خصوصا للال دي ال العاطل اللي اسمه ال دي ال كوليسترول، هو اللي بده يسبب مشاكل على المدى الطويل. وينفوا بلشنا ناخذ دواء، يعني رح نحكي عن تريتمان، بس لانه قلت في محلات بيكون موقت من البدانه او من مرض معين او شيء ثاني بيكون موقت. بهالفتره المؤقته اذا اخذنا دواء معناتها رح نلتزم بالدواء كل حياتنا، منشان هيك بنستبدله بنظام غذائي او اجمالا بالفورم المؤقته اللي منا كثير عاليه عند الأولاد قليل ما نستعمل أدوية. ما بنستعمل الدواء غير بالفورم الفاميليال اللي LDL كوليسترول كتير 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 عالي. إذا بس قصة على الحفة وننتبه شوي على نظام غذائي، إجمالاً قليل ما نعوز الدواء. ذكرت أمراض بالكبد، شو ممكن تكون الأمراض الكبد اللي ممكن تعمل كوليسترول؟ في كتير أمراض وراثية بالكبد فيها تعلي كوليسترول. أمراض بالكبد إشمال وراثية عادة. دكتور كيف بيتطور المرض عند الأولاد؟ كيف عوارض الكوليسترول؟ هل بتزيد إجباري أو ممكن تضل ستابل كل الحياة؟ هلا إذا بنحكي نحن على الفورم الفاميليال، نعم، في عنا نوعين. في إذا الولد أخذ الكوليسترول من الأهل اثنين، من البي ومن الأم، هو عندهم شيء اسمه الفورم الأوموزيغوت، يعني عنده اثنين جين منزوعين. هيدي حالة كتير خطرة، لأنه بيكون الكوليسترول التوتال بالألف والال دي ال كوليسترول بالـ800. يعني هو قد ايه المعدل؟ الكوليسترول التوتال لازم يكون تحت الـ200، والال دي ال كوليسترول العاطل تحت الـ120. هيدي الفورم اللي أكيد نادرة بس كتير خطرة. وفي اللي بيكون أخذ الولد من واحد من أهله، عادة بيطلع الكوليسترول ب 300-350 أو LDL كوليسترول فوق الـ200 عادة. شو بيأثر على المستقبل وعلى المدى الطويل؟ نعرف إنه الكوليسترول وقت بيكون بتراكم بيبقى بالدم بده يتراكم على الشرايين. ودراسات بينت إنه هالتراكم بالشرايين ببلش بأعمار صغيرة، من عمر 6 سنين 7 سنين ببلش يتراكم الكوليسترول. أول شغلة بنشوفها على الدراسات إنه سماكة الشريان بده تزيد، ببطل يقدر الشريان يكون يمغط يكبر ويصغر حسب حاجات الشخص. كأول مرحلة.
وعلى المدى الطويل اذا ما علاجنا وما انتبهنا بده تدريجيا حجم الشريان جواته بده يزم ليسكر الشريان ويعمل جلطه ويكون بالقلب او غيره. هلا مشان هيك اليوم مهم انه نقدر نعرف عبكير اذا الشخص اذا الولد عنده كوليسترول او لا لنعالجه عبكير لما نوصل على العوارض الخطره على بعمر كبير. معناتها العلاج ممكن يخلينا نتفادى هالموضوع او باخر بس. لا، اليوم الدراسات بتبين انه اذا بلشنا العلاج بعمر صغير عم نتفادى هالمشاكل. اذا نطرنا عمر العشرين او 30 سنه لنبلش العلاج انتزع انتزع، هلا الاشياء ما بتزيد بس ما بنرجع لورا. بينما اذا بلشنا العلاج بعمر صغير الشريان بيتنظف، يعني كان واحد عم بفرش اسنانه بدواء السنين، هون عم نفرش الشريان بدواء الكوليسترول. يعني ما بيعود في، يعني هذا اللي كنت عم جرب اعرفه، تطور للمرض اذا مع العلاج ما في. مزبوط، بتحسن كثير. بس من دون اي علاج الرجيم اليمنتير لحاله بكفي؟ بالفورم الفاميليال اللي الدي ال كوليسترول فوق ال 200 رجيم ما بكفي، الرجيم لوحده رح ينزل نسبة الكوليسترول بين 10 و20% مش أكثر. نعم. وما ننسى إنه عم نحكي أولاد عم ينمو. ما فينا نعمل رجيم كتير قاسي لأنه هذا بده يؤثر سلباً على نموهم. هذا أول شغلة. نعم. تاني شغلة عم نحكي أولاد عم بيروحوا على المدارس عندهم رفقاتهم، كمان نفسياً ما فينا نحرم ولد عن كل شيء. مشان هيك الرجيم بحب كلمة كتير رجيم، يعني نقول نظام غذائي سليم لازم يتابع عند الولد، ما نكتر دهونات، ما نكتر مقالي، بس بالفورم الفاميليال اللي عالي كتير هذا ما رح يكفي ولازم نبلش بعلاج. مع الدواء ممكن نكون عم ننتبه على هالنظام الصحي اللي الكل لازم ينتبهوا عليه على كل حال دكتور، مش بس اللي أكيد. عندهم أكيد. نحن رح منذكر مشاهدينا أنه اتصالاتهم بتلاقيها على 04644 لطرح أي سؤال له علاقة بموضوعنا لليوم الكوليسترول عند الأطفال. كيف ممكن يصير في تداعيات للمرض؟ هل ممكن يصير شوك معين، مرض تاني بيترافق معه، شغلة بتصير بحياة الولد أو المراهق أو الشاب بعدين تقدر تودي إنه يكتر هالكوليسترول، تقدر تودي إنه يصير في جرح قلبي أو توقف بعمل القلب السليم؟ يعني هل في نوع من تداعيات على الصحة بشكل عام أو على القلب بشكل خاص؟ لا. الحمد لله لا، مش بأعمار صغيرة. نعم. وهذا شوي صعب بمشاكل الكوليسترول بمفهوم العالم، لأنه الولد أو حتى الشخص الكبير ما بيفهم انه ليش بده ياخذ دواء هو ما بيحس بشيء. انا ما بني شيء، عندي انا صحتي منيحه، ما بين شيء علي، ليش بدي انجبر اخذ دواء كل يوم؟ هذا شيء صعب. كل الامراض الوراثيه اللي ما في، كل الامراض المزمنه اللي ما لها عوارض سلبيه، ما في شيء، ليش بدي دواء بيزعجني اذا ما بني شيء؟ بس اذا ما انتبهنا مزبوط على عمر 30 او 40 سنه في خطر يصير في جرحة بالقلب او ونسد الشرايين، يكون مش بس القلب كمان في ما في عوارض مثل ما ذكرت، كيف منكتشف نحن كأهل؟ هيدا أهم سؤال. كيف فينا نكتشف؟ اليوم إذا الإرشادات اللي بدنا نعطى من كل السوسايتيز بالعالم إنه الولد اللي واحد من أهله عنده كوليسترول لازم نعمل له فحص الكوليسترول قبل عمر الخمس سنين. أوف اوكي. لا نعرف، ما مش ضروري يكون بلش العلاج بهالعمر، بس لازم نكون نعرف حالنا من اعمار صغيره لنبلش له بنظام غذائي سليم، نعوده على نظام غذائي سليم من هو وصغير. يعني اذا واحد من الاهل عنده كوليسترول او اذا مش عارفين، يمكن في ناس مش عارفين اذا عندهم كوليسترول او لا، لانه ما بحياتهم فحصين لحالهم او بيفحصوا لحالهم او بيفحصوا لاولادهم. بس ضروري نعمل هذا للكل، وخصوصا عم برجع بشدد بلبنان عندنا نسبه كثير عاليه لارتفاع الكوليسترول الوراثي، مشان هيك لازم نعمل لكل ولد اذا واحد من اهله عنده كوليسترول. معناتها النظام الغذائي اذا عرفنا والفحوصات كلها واضحه انه الاهل حدا من الاهل عنده كوليسترول، الولد في استعداد، ببين اذا في استعداد طبعا حكيم او لا فجاه بيعلى. بده اذا عندنا الفورم الوراثيه، نعم، الفلتر منه هو زغر منزوع، نعم، رح يبين الكوليسترول عالي من زغر. اوف.
والنظام الغذائي بعمر صغير بيساعد قبل ما نبلش بالدواء؟ الدواء ابتداء من اي عمر؟ النظام الغذائي بخلينا نطول بالنا قبل ما نبلش الادويه، وعلى القليله لما يرتفع كثير كثير نسبه الكوليسترول. هلا اي عمر بنبلش الدواء؟ دراسات تغيرت شوي مع الوقت، من كم سنه، من نقول من 10 سنين ما كان مسموح نبلش بالادويه قبل عمر العشر سنين. بس اليوم كل الدراسات عم بتبين انه لا، افضل وما في اي خطر انه نبلش علاج باعمار صغيره 8، او حتى اذا كان الكوليسترول كثير كثير مرتفع فينا نبلش من عمر 6 سنين احيانا. رح نحكي عن سايد افكتس كمان تبع الدواء، بس خليني اخذ اتصال. الو الو بونجور. اهلا وسهلا، تفضلي. وحياتك، بس بدي اسال الدكتور من اي عمر ببلش هذا الكوليسترول للاولاد؟ هو اذا عندنا الفورم الوراثيه، يعني اللي نحن اخذناها من اهلنا، ببلش على صغر، يعني بيخلق الولد او اول سنتين ما بنعرف على المضبوط شو هي نسبه الكوليسترول المضبوطه عند الولد، منشان هيك ما معنى نعمل فحص قبل عمر السنتين. بس بنشوفهم عمر السنتين والثلاثه، ايه الكوليسترول بيكون عالي، بس هذا الشيء ما رح ياثر صح بهالعمر هيدا اكيد 100%. هيدي هي يعني قبل السنتين والثلاثه ما رح يكون في ضرر 100%، ما رح يكون في ضرر وما في نظام غذائي نتابعه، مشان هيك ما لها معنى نعمل الفحوصات قبل عمر السنتين. دكتور، الرياضه بتساعد؟ الرياضه بتساعد كثير، لانه الرياضه بتسمح للكوليسترول المنيح والاش دي ال يرتفع شوي، والرياضه كمان بتخلي الجسم يحرق دهونات. صح، دوك اكيد الرياضه ضروريه واساسيه. كمان عنا اتصال. الو الو بونجور. اهلا وسهلا، مين معي؟ مدام شيخانه، تفضلي. بدي اسال الحكيم عن الكوليسترول. نعم. الو بونجور. نعم حضرتك على الهواء. بدي اساله عن الكوليسترول، اذا كان على حدود يعني والواحد بيمشي لازم ياخذ دواء ولا لا؟ يمكن عم نحكي هون عن البالغين. عن البالغين هذا مش شغلتي بقى بتصير، خلينا نشوف حكم الغدد للكبار. أكيد. اذا بنحكي كاولاد كاطفال، اذا كان على الحفه ما في خطر على الولد، دونك ما في شيء نعمله غير انه مثل الكل لنقول نمشي على نظام غذائي سليم. نعم، وشويه رياضه. وشويه رياضه. يعني عم نحكي تقريبا اذا كان الكوليسترول 200 205 210، ما لنا هالشيء بخوف. مرتين رياضه بالاسبوع بكفوا او ثلاثه؟ لا، مرتين كثير منيح اجمالا عم نحكي بولاد. وفي نوع رياضه معين يعني يلي فيه اكثر كارديو او عند ولد اللي نط يلعب بالبالون اللي عامل بده اياه، مهم انه يحرك. حكيم، في تداعيات او في عوارض جانبيه للادويه، منشان هيك بتجربوا قد ما فيكم انه تاخروا للاولاد؟ ممكن ياثر على النمو مثلا، ممكن ياثر على اي شيء من هو. ليش كنا نخاف نعطي الادويه عند الاولاد؟ لانه عند الكبار هن الادويه الوحيدين اللي بنستعملهم هو عائله الستاتين. ونعرف انه عند الكبار اوقات هدول الادويه بياثروا على الكبد وبيأثروا على العضل، بيعملوا وجع عضل كتير. لكن كنا ناطرين يكون في دراسات كافية عند الأولاد تبين أنه ما عنا خطر نستعمل هالأدوية عند الأولاد. وهلأ صار عنا دراسات أكثر من 15 سنة ركيل وراء لنعرف شو العوارض شو الخطورات، تبين أنه هالعوارض الجانبية عم بتكون أقل بكتير عند الولد من عند الشخص الكبير. يعني وجع ما عم نشوف، مشاكل بالكبد نادرة. يعني إذا عند الكبير عم نحكي بين 10 و15% خطر إنه يصير فيها المشاكل، عند الولد عم نحكي أقل من 2%. مع إنه نحن منفكر إنه العكس. هو دراسة كيف تهيك ما لأنه يمكن الولد بيكون جسمه بتأقلم أكثر. وأصلا مشان هيك هالدراسات اليوم بتشجعنا إنه نبلش بأعمار أصغر عند الولد اللي عنده ريسك اكبر، وانا بنحكي خطوره اكبر. يعني مش بس كوليسترول، بس كمان في شغله كثير مهمه ما حكينا عنها، اذا حدا بالعائله صار معه مشاكل بالشرايين باعمار صغيره، هذا بيكون لوحده فاكتور دو ريسك، يعني خطوره اكثر من ما حدا ما يكون عنده بالعائله حدا صار له مشاكل بالقلب او بالشرايين باعمار صغيره. على كل حال يعني ليش لا ما بيصير من الفحوصات الروتينيه يعني عند الاولاد لحتى نقدر نلحق الموضوع عن صغر؟ يعني ما بعرف قد ايه لانه الفحوصات الروتينيه ما فينا نعمل كل شيء عند اي ولد الكين، مش هيك؟ نعم. دائما بنقول الولد اللي في عنده
ريسك اكبر من غيره يكون معه كوليسترول، يعني اذا واحد من اهله عنده كوليسترول. بدي اشكرك لهالنصايح والتوضيحات دكتور وسام فياض، اختصاصي امراض غده صماء عند الاطفال. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. رح نتابع مع هابينينج بعد هالوقفه الصغيره، خليكم معنا.